فرّا اللي تاو فور لورا من الزور. هذه الكوزينة ديال دي يولي فيها الزفاد ربوك طيب فيها هي يولي ما شرطة أولا باش ضاربيني من البلد هادي تمشي عند مقدم كيقول لي هذوك الناس حنا واعرين ما كاين ما نديرو ليه الشهود كيما حرشوا وما بغوش يشهد كتقول لك حنا خايفين من هادشي ما بغوش الناس واعرين درت البهايم دوك نوريك فين كدايراها وقتلهم ليا بالسم البقرة كتبات لاباس عليها حتى كتموت حتى شي كاين الاول اللي كنديره هادو كلهم كيدوزو على الجدرمي وما كاين حتى حاجه هادو العباره شهدوا ليا في المحكمه بان شدت حقها هاد ولاد سلمان الفريره هنا فين تزوجت هنا فين ولدت ولادي هنا فين عاشوا في الفرش نهار اللي مات راجلي تهجموا عليا المره الاولى المره الثانيه زيد وليداتي مشيت لبلاد اخرى سكت فيها رجال من حقي انا وراجلي دخلوا ليا هما الدار هزوا داكشي اللي فيها بنت منها بصراحه عبوزتي ولوسي وجوج المرا شعرتي هاد ثلاثة الناس اللي الله يلاهي الله من جيد تعدوا عليا عذاب باش ما في ما نقول لك جاتني في حقي النطفي عمروا ليا بالحجر وقحوها عمروا ليا بالحجر كنجيب بيدي هي ب 3000 ريال ما كدينيش نص شهر ما كدينيش نطفي صغيره الضو ما عنديش ولادي مكرفصين لا قرايه لا حتى شي حاجه المدرسه ولادي مابقاش كيمشيو لها دركو ولا كيمشيو ليا الدار الاخرى في الليل وتهجموا عليا في الليل وقالت لها باش ترحم تزيد منها رحمك من الدار الاولى غنزيد حتى الثانيه تزيد رحمي منها هادو عائله راجلي وراجلي مات مسكين في البحر ومات واحد الموت ما كاين ما نقول لك فيها بسبب هو في القصه ديالتهم بكل شيء مشى مسكين خدام شافني مكرفصه مشى خدام حتى جانت الخبر ديالو قالوا لي الله يرحمه وعلم شويه هي قالت لي انا اول تصحيحه نديها في ولدي بعد قالت لي ما ندير انا اول تصحيحه نديها في ولدي هذا دوك كلشي كتشوفوه بعينيكم هذه هي الدار اللي كنساكنا فيها هي كتقول لي ما تقول اولاد ولدك كتبيا دوك ولاد ماشي ولدي راه حرامي ما جايبهمش ولاد ولدي انا نعطيكم دوك الاوراق نعطيكم كلشي تشوفوا كلشي بعينيكم انا كرفصوني هاد الناس كتقول لي جهدك ديري واصل معاه من المحكمه واصل معاه من المحكمه باقي داكشي ما بقى ما خرجش ليا جاوني هاد الصيمانه قالت لي جهدك ديري داو لي تبد داو لي هذاك تخرج من الحصيده ضرب الثلاجه راه تهرست خرجت من الدار وراه تهرست في الحصيده ضرب نمشي نوريها لك وراه كاين هذيك المراه الكبيره هي اللي شاهده على كل شيء راه هي اللي جيباني وهي اللي مكبره هذاك الدري وهي كل شيء لا قالت لكم في فيا شي حاجه خايبه راه كاين الواقع راه هادشي الناس راه ضايله هاي الله كنمشي للجندار متعبزون ما كيشدوش ليا الحق كتقول لي حنا نعطيك نعطي عليك 60000 وجهدك ديري وانا ما عنديش فين نمشي انا خويا والناس عيطت عليه مشي دار ليا الكزول عنده سكرين جدامي في كزولة حق الله الا بغى يضرب خويا قال لي عن شدك انت اللي باغي يهضر على الحق قال لي ما تهضرش قلت لهم انتم درتوا معايا لحد تخرجوا ما جيتوش خرجتوا وضرب انا راه مكرفصه يلا تشوفوا شغلي يلا تشوفوا قال لي المحكمه ما دارت حتى حاجه بقى حنا نديروا لي قلت لي المحكمه على حساب هذا المرض راه باقي هما قلت لي كيقول لي راه تحكم لك الحكم في صالحهم هما وكيتكرفصوا عليا هادشي راه الله يلا يلا الدري الصغير دوك نوريك فاش اللي ضاربيني بيه حامله في الشهريه ديالتي هذوك نوريك ظهر وراه مولي زرق بنتي الصغيره نهار اللي دخلت هنا ولقات هادشي واقع حق الله الا زديتها في الليل السبيطار تحالين هما نوريهم ليكم ما بقيتش باش ندير باش نعس في السبيطار قالت نعس حق الله عرفتها وقلت كندير لها داكشي ديال العشوب وداكشي وخرجتها قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديرو جيم